إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثر من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم. فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم، صلوا بالجحيم وفات النعيم، وكان الذين لهم كالحلم.